رحمه الله خويا الله يحفظك خويا صار شويه من الاثمنه ديال واخويا اش نقول لك هذا الليمون كيدير 6 درهم حتى 7 درهم بالجمله الليمون مانطر هنا كيتباع بك 160 170 البنات هو داير ديالاش من المنطقه الليمون الليمون هذا غرب الغرب غرب يلا بدا كيوجد شويه دابا قليل دابا بحال هذه الورقه هذه الخضراء باقا هي اللي باقا دابا ملي تيطيب الليمون عاد شويه يتخف الثمن الثمن دابا مرتفع بهاد ما يكون ما يعمل السبب ديال ارتفاع الثمن شوف السبب ديال ارتفاع الثمن ماشي مشكل حيت يلاه جا يلاه خرج حيت البدايه كتكون شويه طالعه شويه ملي كيوجد الليمون كيعود بكل شيء المناطق كيدفعوا كيرخى شويه ماشي يبقى كيما هو ماشي اقبال ها بارك الله يجعل البركه مزيان مزيان الله يجعل البركه بالنسبه للرمان شحال واصل الرمان دابا داير 4 دراهم بالجمله كاين هنا 6 دراهم مليح هذا النضاه هذا كاين ولد عبد الله اش من المنطقه؟ بني مله الولد عبد الله قلتي بالجمله 4 دراهم حتى 4 ونص وبالبيع حنايا كاينه 6 درهم كاينه 5 درهم داكشي ما بقاش مع المنطقه دابا شويه كاين القضيه اللي شويه ما كاينش داكشي ماشي بحال الموال القضيه شويه ثقيله شويه بالنسبه للبنان شحال واصل الثمن البنان دابا بالجمله ديال حتى 7 درهم وهنا كاينه 8 دراهم 9 دراهم هنا وبالجمله كاينه 6 ونص حتى 7 درهم باش كاين مليحه نطا حاجه شويه حاجه زوينه التفاح شحال واصل التفاح دابا كاينه 7 دراهم 7 دراهم بالجمله 7 دراهم 7 دراهم 8 دراهم حتى 6 دراهم والبيع كاينه 10 دراهم كاينه 9 دراهم على حساب الوقت وصافي بالنسبه للعنب العنب موجود العنب شويه لا بدا يقل العنب دابا بدا ينتقل صافي بدا يقل دابا داير 9 دراهم 9 دراهم 8 دراهم بالجمله ايوا كاينه هنايا 11 12 درهم بدا كيرتفع الثمن ديالو انا بدا يرتفع دابا شويه حيت قل دابا العنب قل شو السبب ديال الارتفاع؟ ماشي سبب الوقت هو هذا الوقت هو هذاك العنب ملي كيتزاكل الوقت ديالو كيرتفع في الثمن شويه وكيف غنعمل انا من هاد المية هاد المية هادي المية هنا بزاف بزاف من بعد 80 من 80 ولي كنت في الحي محمدي من الحي محمدي انتقل جيت هنا لجناتك الحدود هذا ينفع نقول من 82 معيش بين الوليدات كان الله يجعل البركة الله يجعل البركة الله يجعل البركة غادي نبيها مع الوقت صار ما عندنا لا كيس لا نتريت لا والو علاش؟ ما خدمتش انا المهنة ديالي كلها داس ب 10 من البداية ديالي ب 10 ما خدمتش انا والله الله يجعل البركة الحمد لله عايشين الصعوبات اللي كاينة في هذه المهنة ما كاين حتى صعوبة خويا والو اش غنقول لك الصعوبة هذا الشيء ماشي ماشي ساهل باش غتخدم في هادشي راه غادي هو اللي غادي يجي دابا ويعمر وياكل فيه الفلوس ما غاتشارك من البدايه ديال راه بحال صحيح هاد المهنه هادي كتكون شويه مولاها عارف ليها مع كليان وعارف كيفاش يتصرف مع الناس باش يجيبو من عندو وعارف كيفاش يصبر وعارف كيفاش يكون منطقة عندو ضحك وداكشي ويكون شويه مخلق يعني شي واحد جديد ما غادي ياكل ما غاديش ياكل فيه وما يخرجش فلوسه كاع ان الانسان راه ماشي ساهل هذه المهنه كاين اللي حاقر في المتا كيقول لك اودي هذه المهنه راه الحق نديرها ولكن هو اللي خدم فيها ما غاديش يخرج فيها من ناحيه بزاف من ناحيه شله من وهذا هو اللي كاين اخويا كنشكرك الله يبارك فيك نشكرك انتم نشكركم الله يحفظكم الله يحفظك اخويا الله يبارك